شابة زيزي. الحالة الصحية ديال بابا بور لانسطون راه مزيانة، هدر معانا وكل شيء. كان الفرق ما بين البارح والبارح، مازال البارح هدر معنا شوية، والبارح كنا كنقولوا حالة خطيرة الحقاش، ما كانوش كيخلونا حتى ندخلوا نشوفوه، وما كانش حتى عاقل علينا. مي الحمد لله اليوم هدر معنا وعقل علينا وعيطنا بسميات، هادشي فرحنا، اللي فرحنا بزاف بزاف. و ملي غنقول لكم كان طرا ليه في الاول العوارض اللي بداو كيطراو ليه باش وصل لهاد الحاله، هو كان كيحس بايدو اليمنيه ما كي واخا كيسلم عليك ما كيعرفش واش كيسلم عليك ولا لا. موراها ولات كتهرب ليه شويه الهضره، دازت شويه. نهار الخامس ناسين، غير ختي ناضت غير الحمام حتى كتسمع الشخار، بغات تدخل غير تقاد لي المخده، حتى كيبان ليها شاد لا كريز وكيخرخر، يعني ما عاقلش على راسو. عيطنا لومبيلونس هذيك الشي ترا من 5 الصباح، ما جات لومبيلونس حتى 6، وحنا كنتسناو فيها ملي جات هبطنا دينا لي بوليكلينيك. كاع لي بوليكلينيك اللي كندويو ليه كيلقاو لا غيانيماسيون عامره. هاد لا كلينيك اللي لقينا حيت كون مشينا للسبيطار حتى شي واحد ما عاقل علينا، وبور لانستون حتى شي واحد ما عاقل علينا، ما شفت حتى شي واحد اللي وقف معانا ولا شي حاجه، ما خطا الجمهور والناس اللي كيعيطوا ليا في التليفون. المهم الحمد لله لهاد لحد الان راه هو في صحه جيده، واللي كان نتمنى هو اللي يكون بخير ولا خير، لحقاش هو احسن حاجه عندي في حياتي انا. وشكرا بزاف للصحافه اللي وقفوا معنا.